السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذنا وتلميذاتنا بالنسبة لمادة الرياضيات الصف التاسع. معكم أسامة رسمي. إن شاء الله الآن نشرح تكملة أو تتمة الجزئية اللي أمس تكلمنا عليها، اللي هي تتكلم عن درس المفكوك والتحليل. طبعا صغارنا الحلوين لازم تركزوا معي، ما تزعلوش مني الأولاد يقولوا صغارنا الحلوين، شن حي يقول صغارنا الحلوين، إيه صغارنا الحلوين اللي إن شاء الله بينجحوا. الآن منجو أعزائي صغار المفكوك والتحليل، في طبعا في فيديوهات إن شاء الله مننزلوهم، بتلقوهم في وصف الفيديو هذا اللي هو البث المباشر، بتلقوهم في الوصف متاعه الفيديوهات هذا بيتكلموا بشكل تفصيلي، ما نقدرش أنا نشرح كل شيء بشكل تفصيلي. إحنا بناخدوا المفكوك، والمفكوك يتقسم لعدة دروس. أول مرة الأقواس اللي أمس شرحته، بعتالي أقواس مضروبة في بعض حاصل ضرب قوسين، حاصل ضرب قوسين، بعد تالي ناخده مربع كامل، وهذا ما خديناش احنا امس المربع الكامل. شنو هو المربع الكامل؟ لازم قبل ما ناخده المربع الكامل نعرفه شن هي الأعداد المربعة. أي حاجة عليها تربيع مربع، سين عليها تربيع سين مربع، خمسة عليها تربيع مربع، باقي الخمسة عليها تربيع قديش تولي؟ خمسة عليها تربيع هي نفسها بتساوي خمسة ضرب خمسة، وخمسة ضرب خمسة أعزائي الصغار 25. باقي إحنا باش نحفظوهم بشكل سريع، واحد في الواحد واحد عفوا، اثنين في اثنين بأربعة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، أربعة في الأربعة بستاش، هادو كلهم أعداد مربعة. عندي الواحد وعندي الأربعة وعندي التسعة وعندي الستاش والخمسة وعشرين والستة وثلاثين، وعندي كذلك ستة في ستة سبعة في سبعة تسعة وأربعين، وكذلك عندي أربعة وستين، ونزيدوا عليهم واحد وثمانين والمية. هادو اسمهم أعداد مربعة، هادو اسمهم أعداد مربعة. لو جيت تشبح لها تلقى أن الواحد جاي من واحد في واحد، الأربعة جاية من اثنين في اثنين، التسعة جاية من ثلاثة في ثلاثة، وهكذا. هيك هادو اسمهم أعداد مربعة. إذا الأعداد هذه نقدر نقول عليهم مربعات كاملة. بعد اللي فهمناه الآن وعرفنا كيف جو الأعداد المربعة اللي هم اسمهم مربعات كاملة، نجي الآن نزيد نتكلم عن المربع الكامل. المربع الكامل ليه قانون؟ المربع الكامل كيف نفكه؟ المربع الكامل وركز معي في هذه جيدا، المربع الكامل لما نجي نفكه نقوله مربع الحد الأول، هذا القانون، زائد مربع الحد الثاني، زائد اثنين ضرب الأول ضرب الثاني. هذا القانون موجود عندك عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، موجود عندكم في الكراسة. احنا بنجو نفكوا مربع كامل، لو جيت كتبت قوس وعليه تربيع اسم القوس مربع كامل، أي حاجة عليها تربيع تتسمى مربع كامل. مثلا عندي سين ناقص ثلاثة، كيف نفك المربع الكامل هذا باستخدام القاعدة أو القانون الموجود عندي؟ نجي بشوية بشوية، في معانا زوزة هنا ما يبوش يسكتوا ما شاء الله عليهم، طلبة شوية كي نجو الآن. عندي الأول هو شني؟ إحنا لما نقوله مربع الحد الأول، الحد الأول هذا هو، لما نجي نقول مربع الحد الأول معناته شني؟ نجي الحد الأول، وين الحد الأول عندنا؟ هذا هو الحد الأول، وين الحد الثاني؟ هذا هو، لكن ما نقولوش حد ثاني من غير إشارة، بإشارته مربع الحد الثاني. طبعا منجي الآن بشوي بشوي نفك، أول مرة نجي القانون يقول لي مربع الحد الأول يعني مربع السين اللي هي سين ولها تربيع، بعتالي زايد تنزل إجباري الزايد هذه، تمام؟ منجي مربع الحد الثاني، وين الحد الثاني؟ ناقص ثلاثة، ترى ناقص ثلاثة تربيع قداش؟ هي ناقص ثلاثة
بهذا الشكل وعليها تربيع، واللي هي ناقص 3 ضرب ناقص 3. وأمس خدينا ناقص في الناقص تعطيني بموجب، كانت تفكروا، و3 في 3 ب 9 فيصبح عندي 9. بعتالي زايد 2 ضرب الحد الأول، شن هو الحد الأول؟ سين، نكتب السين. ضرب الحد الثاني، شن هو الثاني؟ ناقص 3. الآن لما نجي نعاود نكتبها يصبح عندي سين تربيع زايد 9 زايد 2 في سين في ناقص 3 زايد في السالب، موجب في السالب بسالب 2 في 3 ب6 ونكتبه هنا سين. هذا هو فك المربع الكامل، ولازم هذا طبعا تكونوا حافظين القانون بتاع الزائد الصغار باش احنا نشتغلوا في اللي بعده لما يجيني سؤال ما نبداش خايف منه. منجي ايضا غير المربع الكامل اللي هي قاعده اخذناها موجوده عندنا في الكتاب، ناخذ شني؟ الفرق بين مربعين. الفرق بين شني؟ مربعين. منجو كيف الفرق بين مربعين يا استاذ؟ عندنا الفرق بين مربعين، لما نلقى قوسين يعني كيف شكل الفرق بين مربعين؟ مثلا لقينا قوسين، هنا مكتوبة سين وهنا مكتوبة سين، هنا مكتوب 4 وهنا 4، هنا لقيت ناقص، هنا لقيت عكس زايد، أو العكس لو لقيت هنا زايد معناتها تلقى هنا ناقص. كيف نفكهم هما؟ هذا نقول لي قاعدة ثابتة. شو تقول لي القاعدة هذه؟ تقول لي مربع الأول ناقص مربع الثاني، تم عليك. شني؟ مربع الأول ناقص مربع الثاني. أستاذ أنا مازال ما فهمتش، شن يعني مربع الأول؟ ما هو الأول هو الحد الأول نقصد به، والثاني هذا هو مربع الأول، يعني مربع السين اللي هي سين تربيع ناقص القانون هيك يقول مربع الثاني، مربع الأربعة يعني 4 في 4 مش 8 راهي ب 16، فيصبح عندي 16 بهذا الشكل، وهذا اسمه الفرق بين مربعين لما نجد ان عندي قوسين يختلفوا عليه بعضهم. فلذلك كيف فهمنا جزئيه مهمه جدا من دروس المفروض احنا نعرفوها. بنجي ايضا نزيد عندنا ننتقلوا لشريحه اخرى. به الآن منجي عفوا شو بناخد؟ بناخد النوع الآخر اللي هو اسمه من المفكوك. عندي شن اسمه؟ اسمه المكعب، أو عفوا ليس المكعب، فرق بين مكعبين. فرق بين شني؟ مكعبين. شنو هم المكعبات او الاعداد المكعبه؟ لو جينا الاعداد المكعبه بتكون عندي مثلا سين تكعيب الف تكعيب، تمام. منين جت السين تكعيب؟ جت من سين ضرب سين ضرب سين، يعني سين مضروبه في نفسها مرتين ثانيه، سين مضروبه في زوز ثانيين نفسها، لو يعني مكرره السين ثلاث مرات. نفس الموضوع الالف، الف ضرب ألف ضرب ألف. لو كتبنا ها والستة عدد مكعب، بتقولي كيف يا استاذ؟ هي عبارة عن ها أس اثنين ضرب ها أس اثنين ضرب ها أس اثنين، ها تربيع في ها تربيع في ها تربيع. إذا الآن فهمنا شن هي الأعداد المكعبة. هي لو كانت أرقام يعني زي مثلا الأربعة وستين هذا عدد مكعب وفي نفس الوقت هو عدد مربع، بتقول لي عزيزي الطالب عزيزي التلميذ بتقول لي يا استاذ كيف ضبطها؟ بنجي بسيطة جدا، خذ ال 64 هذه ودير لها تحليل زي ما تعلمته في الصف السابع، هذه 64 والتحليل دي مع العوامل الأولية. شن هي العوامل الأولية؟ كانت تفكروا 2 وال3 وال5 وال7 وال11
وال13 وحتلقوا فيديو يتكلم بشكل تفصيلي على الأمور هذه. كان ما فهمتش معايا هنا لأن ما عندناش وقت إني نشرح بشكل تفصيلي، ولكن هنا ندير مرور الكرام على الموضوع هذا. هذه 64 عدد زوجي، كيف عرفت عدد زوجي؟ ما هو الأربعة من الأعداد الزوجية اللي هو الأحد، فيصبح عندي تقبل على 2، 6 قسمة 2 فيها 3، 4 قسمة 2 فيها 2. 32 الأحد متاعها عدد زوجي تقبل على 2، فيصبح عندي 3 قسمة 2 فيها 1، 3 في الواحد 2 عفوا في الواحد بقداش؟ ب2، وفي عندي 1 ما زال ناقص، وين مشى الواحد هذا؟ الواحد اللي فاضل هذا بيجي هنا ل2 فتصبح 12، 12 قسمة 2 فيها 16، 16 عدد زوجي يقبل قسمة على 2 فيها قداش؟ فيها 8، 8 تقبل قسمة على 2 فيها 4، 4 تقبل قسمة على 2 فيها 2، 2 على 2 فيها 1. أصبح في النهاية لما حللناه أعطاني 1 صحيح. الآن منجي نشوف قداش، طبعا إحنا لما نقول مكعب معناتها التكرار 3 مرات، منجي من كل 3، من كل 3 متشابهات ناخذ واحدة، هذه واحدة 2 3 هذه 2، هذه واحدة 2 3 هذه 2، معناتها ال 64 عبارة 2 في 2 ب 4 ضرب 4 ثانية ضرب 4 ثانية، واضحة؟ أو تقدر نقول لك 4 تكعيب هي نفسها 64، إذن الـ 64 عدد مكعب. بنجي الآن شن هم الأعداد المكعبة يا أستاذ؟ نجوب شوي بشوي نعطيكم الأعداد المكعبة في بسرعة شوية. عندي الأعداد المكعبة، مكعب الواحد يعني الواحد تكعيب هي نفسها بتساوي 1، 2 تكعيب هي نفسها 2 في 2 في 2 ب8، 3 تكعيب بتساوي 3 في 3 في 3 ب27، 4 تكعيب بتساوي 64 بكره تكلمنا عليها، وهكذا 5 تكعيب بتساوي 5 في 5 في 5 125، والباقي عندكم انتم اعزائي صغار ضبطتوا الطريقه ان هذه تسمى الواحد والثمانية والسبعة وعشرين والأربعة وستين والخمس 125، هذه تتسمى اعداد مكعبه. لما نجي نحللها بنفس الطريقه اللي درناها لل 64 بكري بتعطيني عدد مضروب في نفسه 3 مرات. منجي الان الفرق بين مكعبين، كيف بيجيني الفرق بين مكعبين؟ بيجيني العمليه بسيطه جدا، بيجيني قوس بهذا الشكل وهذا قوس ثاني وقال لي فكهم كيف مكتوبات، بيجيني هذا مثلا ألف ناقص 2 تمام، وعندي هنا ألف تربيع ناقص 2 عفوا زائد 2 ألف زائد 4، هذا اسم الفرق بين مكعبين. كيف نعرف أن القوسين هما يتكلموا عن الفرق بين مكعبين؟ عملية بسيطة جدا، نلقى قوس في حدين، قوس في 3 حدود، هذا حد الألف واثنين حد والألف تربيع حد واثنين ألف حد وأربعة حد. بنجي الآن أول شيء في الأقواس هذه باش أنا ما نتلخبطش، بنشوف الإشارة شنو هنا؟ سالب، والإشارات هنا الزوز موجبات، هذا اسمه فرق بين مكعبين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هذه قداش؟ ألف بقى هنا قداش؟ ألف تربيع يعني مربعها، هذه قداش؟ 2، هنا قداش؟ مربعها مربع 2 يعني 2 تربيع ب4، أضرب الزوز في بعض بيعطيني 2 ألف، وهنا عندي 2 ألف. إذن الآن أصبح عندي فرق بين مكعبين. لما نبي نجي نفكها، لما نبي نجي نفك الأقواس هذه كلها نبسط على نفسي، نشبح للقوس الأول، نشبح للقوس الأول فقط، فوت الثاني خلاص احنا تأكدنا أن هذا فرق بين مكعبين. نشبح القوس الأول في ألف دير له تكعيب تمام، ناقص 2 دير لها تكعيب، 2 تكعيب، 2 تكعيب لما نرجع هي قداش؟ هي 8، فيصبح عندي بيساوي لما نجي نفكه ألف تكعيب ناقص 8، وهذا اسمه فرق بين مكعبين. بعد الطريقة هذه طبعا زي ما قلت لكم بنخلي لكم إن شاء الله مجموعة فيديوهات، كل فيديو يتكلم عن كل درس، هذا درس بروحه يتكلم عليه في مجموعة أسئلة. منجي الآن أيضا صغارنا الحلوين، منجي هنا بعد اللي خديناه هذا كله بناخده مجموع مكعبين. طبعا ما فيش حاجة اسمها مجموع مربعين، ولكن فيه مجموع مكعبين.
مجموع مكعبين نفس العملية، بتلقى قوسين مجموع مكعبين بنلقى قوسين بهذا الشكل، الأول فيه زايد الثاني ناقص بعتالي زايد. لو كتبنا هنا سين وهنا اثنين، معناتها هنا بيكون عندي سين تربيع وهنا عندي أربعة وهنا بيكون عندي اثنين سين. نفس العملية اللي صارت بكري، نفس العملية اللي صارت بكري، هذه سين زايد اثنين، هذا قوس، الأس نتاعها ما فيش أس يعني واحد، إذا عندي مربع السين سين تربيع، مربع اثنين أربعة، مربع اثنين يعني اثنين تربيع. إذا الآن منجي نضرب اثنين في سين تعطيني اثنين سين. قبل هذا كله لازم نتأكدوا من الإشارات. شن عندي إشارات عزيزي التلميذ؟ في عندي موجب، القوس الصغير في إشارة موجبة، إذا عندي القوس اللي بعده لولا سالبة والثانية موجبة. طول نعرف أن هذا اسمه مجموع مكعبين. باي كيف نفك يا استاذ هذا؟ فك بسيط جدا، لو أنت تأكدت من الموضوع يبدأ عندي بيساوي، نمشي القوس الأول ونفوت الثاني. القوس الأول شن فيه؟ في سين، دير لها تكعيب، الزايد تنزل. القوس الثاني شن فيه؟ اثنين، دير لها تكعيب، اثنين تكعيب اللي هي هذه شن تعطيني؟ بثمانية. هذا هو مجموع مكعبين. هذا بالنسبة لدرس شني؟ لدرس المفكوك. منجي الآن أو قبل ما نمشي المفكوك نشوفه كان في أي استفسارات، كان في أي استفسارات. لا توا ما فيش أي استفسارات. منجي الآن تمام، الآن منجي بعد الكلام هذا كله بنجي ناخد العامل المشترك في التحليل. التحليل عندي العامل المشترك اللي هو عين ميم ألف، عامل مشترك أعلى، راجعوا أعزائي الصغار عندي كذلك نفسهما حاصل ضرب، طبعا ما نقولوش حاصل ضرب قوسين، نقولوا فرق بين مربعين، يا ريت تراجعوهم باش نحلوا مسائل ونجي بعدها المربع الكامل أو المقدار الثلاثي، هذا هو اللي بناخدوه غضوة إن شاء الله، المقدار الثلاثي، ومنخلي لكم نوعين هو بسيط وغير بسيط، وبناخدوا الفرق بين مكعبين ومجموع مكعبين، غضوة إن شاء الله بنتكلموا عليهم بشكل تفصيلي. أهم شيء عندي العامل المشترك، يا ريت تراجعوه أعزائي الصغار الحلوين. فلذلك هذا هو المقدمة متاع الباب الأول واللي هو أساس المنهج متاعكم كله. بعد ما ناخدوا هذا إن شاء الله نبدو في حلان أسئلة استرشادية أو غضوة، ناخدوا كل درس معه تمرين متاعه أو السؤال المهم متاعه. نتمنى للجميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.